دكتور محمد، للمسجد، دور المسجد أثناء الحرب كيف كان منذ 24 فبراير وحتى اليوم، أو حتى منذ الحرب في هذه المنطقة بالتحديد؟ طبعا في الحرب السابقة قدم الكثير من المساعدات خاصة للطلاب. نتحدث كثير عن تعرف الطلاب منقطعين عن أهلهم، وبالتالي المسجد كان يقدم لهم يد المساعدة. أحيانا يأتي طالب ليس له مال فيساعده أهل المسجد، أحيانا لا يجد أين الطالب جديد لا يجد أين يبيت، أحيانا الطلاب تضيع أوراقهم فتتم الوساطة. هذه النشاطات في أي حرب دكتور محمد؟ في بعد 2014، بعدما صارت مدينة سيفيردونيتسك هي عاصمة إقليم لوغانسك، أيضا المسجد كان له علاقات جيدة جدا مع السلطات الإدارية والعسكرية في المدينة، وبالتالي كان يتوسط للمسلمين في حال ضيع أوراق أو تسوية أوراق وغير ذلك. أيضا قبل عند بهذه الحرب الأخيرة كان يقدم مساعدات يعني عينية، ثم توقف في شهر 3 بعدما بدأ القصف، لأنه تعرف شرق أوكرانيا سيفيردونيتسك بعيدة عن الحدود الروسية بحوالي 80 كيلومتر، يعني أنت على الحدود الروسية يعني لست بعيدا عنها، وبالتالي كان يقدم بعض المساعدات لكن توقف صراحة، وتم إخلاء المسجد لأنه كان فيه خطر وقوع مقذوفات وصواريخ روسية في تلك المنطقة. وطبعا الناس بدأت تغادر شهر 3، أكد لك أنه شهر 3 عند نهايته كانت المدينة محاصرة بشكل كامل من الأجزاء الجنوبية، بقي فقط جهة النهر والمنطقة الصناعية ومدينة ليسن بقيت مفتوحة لأنه كان فيه جسور، ثم دمرت الجسور. هي مدينة قلت لك تقع على النهر، وبالتالي الوصول إليها يستلزم العبور على الجسور. بعد تدمير الجسور صارت يعني مدينة مقطعة الأوصال، فتوقفت كل نشاطات المدينة توقفا تاما، كسب غرب أو في كييف وغيرها، حيث استمرت نشاطات المساجد هناك من خلال تقديم المساعدة. على فكرة المساجد حاليا في أوكرانيا، في غرب أوكرانيا خاصة في لفوف وفي أوديسا وفي بلطافا وفي فينيتسا وخمينيتسكي وغيرها، هذه الآن تحولت إلى تقديم الطعام والمساعدات للاجئين سواء الذين نزحوا من الداخل أو الذين سيعبرون نحو بولندا ورومانيا وسلوفاكيا ومولدوفا، وبالتالي المساجد نشيطة في أوكرانيا. الآن بالنسبة إلى الدنباس، أريد التنويه إلى نقطة هامة، هو أن الإسلام قديم في هذه المنطقة حسب الأرشيف الأوكراني والعثماني، يعود دخول الإسلام إلى القرن تقريبا 10 أو 11 من، يعني 10 قرون من تواجد المسلمين في هذه المنطقة. وفي زمن الدولة العثمانية كانت هذه المنطقة تخضع إلى سلطة الدولة العثمانية، ولهذا تجد سكان المنطقة لديهم معرفة عميقة بالمسلمين والإسلام والتاريخ الإسلامي، و يعرفون ما معنى رمضان، يعرفون معنى الزكاة وتحية الإسلام وتقاليد المسلمين بشكل كبير، حتى أنه الأكل في تلك المنطقة يشبه الأكل في القوقاز وفي تركيا. لماذا؟ لأنه هذه المنطقة كانت تحت سيطرة الدولة العثمانية، وقبلها كانت تحت سيطرة خانات التتار أو تحت سيطرة القبيلة الذهبية، احسبها من خاركوف سومي خاركوف وانزل إلى دنباس دونيتسك ولوغانسك زاباروجيا إلى أن تصل إلى القرم، يعني لديك شريط جغرافي، وهذا الذي يريد أخذه الروس حاليا، وأخذوا منه إقليم دونيتسك ولوغانسك. تواجد المسلمين في هذه المنطقة قديم جدا، ثم انضم الشيشان والداغستان والأنغوش وغيرهم من شعوب القوقاز السبعة المسلمة، جاءوا إلى هذه المنطقة بعدما سمح لهم بمغادرة المنافي في سيبيريا. إذن الكثير من التتار، تتار قازان، تتار القرم ومسلم، إذن عرقيات متنوعة يعني في نعم هذه في ثلاث عرقيات رئيسية، هي تتار قازان، تتار القرم، وطبعا هذين الشعبان صحيح هما تتار لكن مختلفان في التفكير وفي التوجهات السياسية عادة، فلأسباب تاريخية. وعندك أهل القوقاز خاصة من داغستان وشيشان، وصار حدث تزاوج كبير بين
بين المسلمين من الرجال القزاز ومن الأوكرانيات في تلك المنطقة، وهذا واحد من أسباب انتشار هذا وجود هذا العدد الكبير من المسلمين. هل هناك